موش اليوم قلبي تشاف لي مصاب حمل يا ما حمل من سطرت بس لا تحشمي راح عباس راس على الرمح مرفوع لي حسين ناري بالخيام ما تاكلي قلوب نار فراق كافل تاكلي العين من تصير دمعه والها شمات تديرين الوجه يا زينب الوين من تصير دمعه والها شمات تديرين الوجه يا زينب الوين بعد شنو تقول دونك هل يتهم بلا يا حماي حير بهل يتهم وانت بعدين رقية لفديها انشوت بالنار اجت تشكي عما شوف اليدين للعباس لا تشكي لبصار من لوعة رقية يموت مرتي شنو تقول بعد لسان حال مولاة رقية أبيات الدعاء لقضاء الحوائج تقل أبويا إدايا ناعمة أو ما تحملي أحبابا أو على ما تني بألم يضربي الجمال بويا تالي بالخراب أصبح الحال تقل أبويا أناشد والجرح كبار أذاني أذاني ونينو يوم الموادع أذاني يا أبويا الشلع ترجيتي أذاني سطر خد وشتم بنتك رقية هي والله سطر خد وشتم بنتك يا 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 هي ياك رقية تقلش عجب عباس هالشدة ما يلها وأدر جفوفه موج الطاف ما يلها يا 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 حاد الروس عن عيني شنو ما يلها ترى العباس دار العين لي يا والله ترى العباس دار العين يا 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 لقضاء الحوائج ولشفاء المرضى ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولنصرة قواتنا الأمنية والحشد الشعبي وترحما إلى أرواح شهدائنا الأبرار نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.